الرضاعة الطبيعية هي أحلى وأغلى هدية بتعطيها الأم لمولودة جديد. الرضاعة الطبيعية هو أساس لنمو الطفل وبيزيد الارتباط أو هالحنان اللي عندها هي الأم بين مولودة جديد. الرضاعة الطبيعية كتير أساسية وهي المصدر الأولي للغذاء عند الأطفال، ونحن هلأ رح نأرجي ليش وأهمية هالرضاعة الطبيعية. حليب الأم أفضل مصدر للتغذية اللي عند الطفل. ليش؟ لأنه بيحتوي على السكر، بيحتوي على الدهون، بيحتوي على المي، بيحتوي على الفيتامينات، بيحتوي على مواد بتروق الطفل طبيعياً. وكل هالمواد شو بتأثر على الطفل؟ بتأثر على نمو الدماغ عند الطفل، بتخفف من الالتهابات، إنه يلقط الولد التهابات ويمرض، بتخفف من يتخن الولد، يصير عنده أوبازيتي مثل ما بيقولوا. بيصير في مضادات الأم بتاخدهم بتمرقهم لجنينة، بتمرقهم للطفل هي وعم تردع، اللي بيساعده إنه يقاوم الالتهابات. أي نوع التهابات؟ عم نحكي التهابات الدينة، عم نحكي التهابات الرواية، عم نحكي التهابات السحايا. وكمان اجت الدراسات انه الرضاعه الطبيعيه بتخفف من تسوس الاسنان ومن مشاكل للتقويم الاسنان اللي بنشوفها كثير عند الاولاد هلا، خصوصا اذا رضع الولد لعمر السنه. الدراسات ارجت انه الاولاد اللي بيرضعوا عندهم نسبه كثير اقل من الدخول للمستشفى ويمرضوا امراض خطيره، وارجت انه بتخفف تقريبا 50% من السادن انفنت ديث سيندروم او الموت الفجائي اللي بيصير عند الرضع حديثي الولادة. إرشادات الأمريكان أكاديمي أوف بيدياتريكس وكل اللجان العلمية لطب الأطفال بتأكد أهمية الرضاعة الطبيعية الحصرية لحديت عمر الست أشهر للأمات اللي قادرين وللولاد اللي قادرين ياخذوا حليب الأم. على الست أشهر بالعادة مندخل الأغذية التكميلية، كمان من المحبذ أن الرضاعة تضل تكملي لعمر السنتين مثل ما بتقول كل الأبحاث. مثل ما قلنا أول شيء، أحلى هدية وأغلى هدية الأم فيها تعطيها لمولودة هي الرضاعة الطبيعية.